وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفتح المبين المتم الفضل العظيم الهادي إلى صراطك المستقيم السكينة الساكنة في قلوب المؤمنين المؤمن لنا من عذاب الدنيا والمشفع فينا يوم الدين ارزقنا من نوره وعلمه وكرمه وفتحه ومدده وهداه بنورك ونوره يا ذا القوة المتين اللهم أذن لنا بالسلوك واجعلنا في طريق الفقراء بتوفيقك من الملوك واجعلنا شموس هدى لعبادك إذا اشتد الظلام واحتار الأنام وجنبنا الرياء والكبر يا ملك الملوك أما بعد أعزائي مشاهدي برنامج الوسطية والاعتدال لقاؤنا اليوم عن القرآن الكريم في شهر القرآن الكريم هذا القرآن الذي هو كتاب علم الذي عندما نزل أرشد نبي الإسلام وأرشد المسلمين جميعا إلى أن الأمم لا تبنى إلا على العلم وأن تعمد نشر الجهل خطيئة في حق المجتمعات والأوطان وأن خير ما يقدم لأبناء هذه الأمة تعليمها لننظر الآن ونتدبر في بداية القرآن الكريم إنزالا وفي بداية القرآن الكريم تلاوة أو ترتيبا في المصحف الشريف أول ما تفتح المصحف تجد بعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين هذا في ترتيب التلاوة أو في ترتيب المصحف الشريف الحمد لله رب العالمين وأول ما نزل القرآن الكريم على رسول الله صلى الله عليه وسلم افتتح بقوله اقرأ باسم ربك الذي خلق ما بين بداية الترتيب في المصحف وبين بداية الإنزال على قلب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبداية جمع آيات القرآن الكريم في قلبه الشريف علاقة ومناسبة لا تنفك تظهر بالتأمل والتدبر الحمد كل الحمد وجنس الحمد وحقيقة الحمد ومنتهى الحمد مملوك ومستحق وخاص لله سبحانه وتعالى اقرأ وتدبر وتأمل ليس بذاتك ولا بعقلك ولا بروحك إن مبدأ قراءتك ودعوتك وتبليغك ومنهجك وحياتك باسم ربك الحمد لله قبلها بسم الله اقرأ باسم ربك الله سبحانه وتعالى خالق الكون الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء أنزل للإنسان الذي هو مخلوق لمولانا تبارك وتعالى منهجا مبدوءا بأمر اقرأ الحمد مستحق لرب العالمين رب العالمين واحد والعالمون مفردها عالم وهو اسم جمع لا مفرد له الله سبحانه وتعالى واحد لا يتعدد وليس له شريك وما سواه لا يكون واحدا بل هو جمع الحمد لله المهيمن على كل العالمين الذي أنزل هذا القرآن منهجا مقروءا واضحا بيانا للناس
وتبيينا للمنهج الذي إذا صاروا عليه كان هدى لهم، وهو كتاب لا ريب فيه. اقرأ يا محمد وأنت المنادى وحدك في هذا الوقت الذي تجلس فيه في الغار وحدك، تناجي ربك وتناديه ليتنزل عليك النور يا نبي النور، لتنشر النور باسم ربك الذي خلق. ربك الذي خلق هو الذي يستحق الحمد، الكريم يستحق الحمد. ربك ليس فقط كريما، إنما هو الأكرم. اقرأ وربك الأكرم، تأكيد على أهمية العلم بذكر سبيل من سبل تحصيله وهو القراءة. الآية الأولى اقرأ، والثانية اقرأ، لم يقل اقرأ باسم ربك الذي خلق، باسم ربك الأكرم، أو اقرأ باسم ربك الذي خلق وربك الأكرم، لكنه كرر الأمر. هذا التكرار يدلنا على أهمية هذا الأمر. اقرأ باسم ربك الذي خلق. منهجك في القراءة، في العبادة، في التحصيل، في الزراعة، في الصناعة، في السياسة، في الاقتصاد، في الأسرة، في الحياة، في الموت، لا يسير ولا يستمر ولا يثمر ولا ينضج ولا يكون إلا باسم الله سبحانه وتعالى. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلقك أيها الإنسان من لا شيء، وأعطاك سبيل تحصيل كل شيء، وسخر لك كل هذا الكون، فاقرأ وتعلم. نزل القرآن عليك يا رسول الله وحدك، فبلغ هذا المنهج لأمتك. نخرج إلى فاصل ونعود لتدبر هاتين البدايتين للقرآن الكريم ترتيبا في المصحف وإنزالا على رسول الله، فانتظرونا. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد، عدنا إليكم من جديد بعد الفاصل مع حديثنا عن الحمد لله رب العالمين بداية المصحف ترتيبا، واقرأ باسم ربك الذي خلق بداية القرآن الكريم إنزالا وتنزيلا على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الواحد الأحد رب العالمين. أنزل عليك قرآنا تقرأه هو منهج العالمين. هذا القرآن هو المنهج الذي يزن العالم، وهو ميزان الحق ومنهج العدل والمساواة، الذي إذا أخذت به البشرية انصلح حالها. وأنت يا محمد، وأنت أيها المؤمن، إذا ما أخذت بهذا المنهج صرت وزان العالمين منذ كنت، وكذلك تبقى. أنت وحدك المنادى والمخاطب. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. يبقى الخطاب لك يا رسول الله وحدك بالخطاب لا بالغيبة، وربك فكبر. والنداء على رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن لم يأتي باسمه مجردا، إنما أتى بالنبي، بالرسول، بالمدثر، بالمزمل، وتسبقها يا أيها، يا أيها النبي، يا أيها الرسول، يا أيها المدثر، يا أيها المزمل، ثم بعد ذلك تأتي التكليفات والمنح الربانية والعطاءات الإلهية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا بيان لفضل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، وهو ياقوتة البشرية. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم ينادى بيا محمد كما نودي إبراهيم بيا إبراهيم، ونودي يوسف يا يوسف، يوسف بحذف
يا ونودي غيره من الأنبياء يا موسى، إنما نودي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوصفه نبيا رسولا، وبقي الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. القرآن الكريم في هذه الأوقات هو الخلاص لتلك الأمة. القرآن الكريم الذي غفلنا عن منهجه، عندما تمر هذه الدنيا ونلقى الله سنكتشف أن قصة العالم كله ومشكلات هذا العالم كله وحلول هذه المشكلات كانت بين هاتين الجلدتين في القرآن الكريم. فيه خبر ما قبلكم وحكم ما بينكم ونبأ ما بعدكم في هذا القرآن الكريم. يحتاج القرآن الكريم منا إلى تدبر وتأمل، فيه صلاح أحوالنا، فيه تيسير عسيرنا، فيه انشراح صدورنا، فيه الألفة بين قلوبنا، فيه القصص التي تنطوي على العبرة والعظة. أمرنا ليس بقراءة القرآن فقط، إنما أمرنا بتدبر القرآن، والعجب كل العجب لمن يغفل عن تدبر القرآن. قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن. أفلا يتدبرون القرآن، إنكار على من يغفل عن تدبر القرآن الكريم. أم على قلوب أقفالها. الحمد لله رب العالمين، اقرأ باسم ربك الذي خلق. رب العالمين هو الذي ستستعين به يا محمد في دعوتك منذ أن نزل عليك القرآن. لذلك في بداية الترتيب: إياك نعبد وإياك نستعين. اقرأ لتتعلم فتعبد الله تبارك وتعالى عبادة صحيحة. اقرأ واستعن بالله سبحانه وتعالى، فأنت مأمور بالقراءة باسمه. اقرأ باسم ربك الذي خلق، وفي بداية الترتيب: وإياك نستعين. اقرأ، فإن القراءة سبيل المعرفة، والمعرفة هي غاية خلق الخلق. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قالوا ليعرفون. فإذا عرفت اكتسبت الهداية، اهدنا الصراط المستقيم. فمن تعلم وأخذ بسبيل الهداية وسلك طريقها وزكى نفسه التي ألهمت فجورها وتقواها فقد أفلح. ومن غفل عن هذه الأسباب ولم يحصل سبل الهداية أو لم يحصل وسائل الهداية، لم يأخذ بطريقها، فهو المغضوب عليه. اهدنا الصراط المستقيم، أنعم علينا بأسباب معرفتك يا رب حتى نكون من الذين أنعمت عليهم. أما من لم يأخذ بهذه الأسباب ولم يتبين له ولم يعنه الله تبارك وتعالى ولم يمنحه أسباب الهداية، أصبح من المغضوب عليهم. ومن بان له طريق الحق وأضله الله سبحانه وتعالى على علم، فأولئك هم الضالون الذين يتكبرون ويعتمدون على قوتهم ويظنون أنهم يعجزون الله تبارك وتعالى. ففي ختام السورة الأولى التي نزلت تهديد ووعيد لهؤلاء الذين بان لهم طريق الحق وانحرفوا عنه: فليدعوا نادية سندعو الزبانية. هذا الإنسان الذي طغى وترك طريق الحق وطريق الهدى البين في القرآن الكريم هو من المغضوب عليهم أو من الضالين، فليدع قوته، فليدع ناديه، فإن الله تبارك وتعالى سيدعو له زبانية جهنم الذين يأخذون بناصيته التي تكبر بها عن النظر في القرآن الكريم واتباع سبيله. المغضوب عليهم والضالون هم الذين مصيرهم مختوم في تلك السورة. أعزائي، تدبروا وتأملوا القرآن الكريم، فإن فيه النور وفيه الهدى وفيه النجاة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفهمنا عنه، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بتدبر آيات القرآن الكريم وتحصيل أنواره والاقتباس منه والاهتداء بهدايته، وأن يجعله شفيعا لنا في الآخرة، وأن يجعله سبيل نجاتنا في الدنيا والآخرة. آمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. دمتم بخير ونلقاكم على خير.